السلام عليكم ورحمة الله. بدرس اليوم يا جماعة رح نتعلم شوي عن الديربس. أول شيء الديربس هي اختصار لشو؟ لديرنك بلجي سيستمي، يعني نظام إدارة الجمعيات، خلينا نقول على الإنترنت. حتى ندخل على الموقع منفوت على جوجل كروم أو على أي متصفح تاني، بنكتب ديربس جريش من نكوي سنتر. من هاي النافذين بناخد هاي اللي فيها ديرنكلار نقطة جوف نقطة تيري. من هون يطلع لنا خيارين، يا أما ديربس شفرسيلا جريش، يا أما إي دولة شفرسيلا جريش. اي دولة شفرسيلا جريش يعني هون بنحط التي جي وكلمة السر تبعيت الاي دولة تبعيت الدرنك باشكنا او مدير الجمعية. ديربس شفرسيلا جريش يعني عن طريق شفرة الديربس. رح ندخل بحالتنا عن طريق الديربس شفرسيلا جريش. مثل ما انا ملاحظين ظهرنا ثلاث حقول. اول شيء بدنا نحط التي جي كملك نمارس يلي هي عادة بتكون التي جي تبعيت مدير الجمعية. بعدين رح نحط الشفرة والبارولا، هدول الاشياء رح يزودكم فيهم المحاسب. لكن يا جماعة قبل ما نفوت على الديربس في تنويه جدا مهم، حتى بعد ما تحضر هذا الدرس ما منصوح انه حد مبتدئ يفوت على نظام الديربس الا اذا كان في حد جنبه. تذكر انه اي خطأ بنظام الديربس قد يكلفك الكثير، وخلي غايتك من حضور هذا الفيديو هو انك تاخذ فكرة عامة عن نظام الديربس وتعرف كيف المحاسب تبع جمعيتكم بيشتغل على الديربس اكثر مما انه انت تشتغل بايدك. كتبنا إذن يا جماعة التيجي والشيفرة والبارولا وخلينا نكبس على جريش. مثل ما أنا شايفين يا جماعة بهاي النافذة في عنا خيارين البروديس والديربس. نحن بدرسنا رح نحكي عن الديربس اللي هي ديرنك بلجي سيستمي. البروديس هي بروجيكت ديستك، يعني إذا جمعيتك بدها تطلب دعم لمشروع ما من الحكومة التركية بتفوت لهون والموضوع له تفصيل. بدرسنا هذا رح نركز على الديربس. أول ما ندخل على الديربس يا جماعة بيطلع لنا هون اسم مدير الجمعية مثل ما أنا ملاحظين، بننقر عليه أهم الخيارات اللي بتطلع، تغيير كلمة السر، تعديل معلومات الاتصال والفروض. أيضا مثل ما أنا شايفين عدد الجمعيات اللي تم تأسيسها اليوم بتركيا هي 19 جمعية، وكذلك إجمالي عدد الجمعيات الفعالة بتركيا هو هذا العدد. الآن بالانتقال إلى التبويبات يلي على اليسار منلاحظ في عنا خمسة تبويبات، بيان نعمي، بلدي رملات، ديرنك إشلاملاري، يارد المصاص وهريطلا. رح نشرحهم واحد واحد، خليكم معنا. القسم الأول هو البيان نعمي. البيان نعمي هو مثل استبيان بترفعه المنظمة بالشهر الرابع من كل سنة بيصف نشاطاتها وميزانيتها بالسنة الماضية، وهو مثل ما أنتم شايفين مؤلف من 11 قسم فرعي. كل قسم من هذول ال 11 قسم في عدد من الأقسام الفرعية. فمثلا إذا نقلنا على القسم الأول بنلاحظ بأقسامه الفرعية هون معلومات عن الجمعية، اسم الجمعية، تاريخ التأسيس، رقم الترخيص والرقم الضريبي. القسم الثاني العنوان بالتفصيل. القسم الثالث معلومات الاتصال مع الجمعية. القسم الرابع معلومات الاتصال مع مدير الجمعية. بالعودة إلى الأعلى رح نشوف القسم الثاني. القسم الثاني الحقوقي ستاتي. إذا شفنا أقسامه الفرعية، هل الجمعية شعبة أم لا؟ هل الجمعية مكتب تمثيل أم لا؟ هل انضمت الجمعية إلى منابر أم لا؟ بلاتفورم؟ هل الجمعية عضو بفيدراسيون أم لا؟ سبق وحكينا أن الشعبي هي عبارة عن ترخيص جمعية جديد في مكان ثاني لها نفس الإجراءات ونفس الأوراق المطلوبة، بينما مكتب التمثيل أوراقه أقل، بيكتفى بأنه تتخذ قرار وتبعث عمال للمحل اللي بدك تفتح في مكتب تمثيل. سبق أيضا وحكينا على أنه البلاتفورم هي عبارة عن منابر، عدد من الجمعيات تنضم لمنبر معين للدفاع عن قضية معينة، وأنه الفيدراسيون هو عدد من الجمعيات تنضم سوا بتشكل فيدراسيون، وأنه الكونفيدراسيون هو عدد من الفيدراسيون بشكله كونفيدراسيون. بالقسم الثاني إذا يا جماعة حكينا لهم أنه عنا شعب أم لا، عنا مكاتب تمثيل أم لا. بطبيعة الحال بس تقول له أنه عنا مكتب تمثيل فبيطلب منك معلومات إضافية عن مكتب التمثيل. القسم الثالث يا جماعة منشوف فيه مثل ما نكون ملاحظين أعضاء الجمعية، كم في منهم ذكور، كم في منهم إناث، ما إلى ذلك. بالقسم الرابع منجاوب على أسئلة أنه هل لدى هذه الجمعية مطبوعات أم لا؟ هل لدى هذه الجمعية نشاط اقتصادي ربحي مصاحب لإلها؟ هل في هذه الجمعية صندوق أم لا؟ إذا بتتذكروا حكينا أنه يسمح للجمعية أن تفتتح نشاط اقتصادي، وعن طريق أرباح هذا النشاط الاقتصادي بتأمن التمويل لتحقيق أهدافها. بالقسم الخامس يا جماعة في عنا التأسيسات. هون منجاوب على سؤال انه هل اسست الجمعيه خلال السنه الماضيه نوادي، ما نوادي، ما الى ذلك. بالقسم السادس منجاوب على سؤال هل عملت المنظمه اتفاقيات او علاقات مع جمعيات خارج تركيا ام لا. القسم السابع يا جماعه هو قسم مالي محاسبي بامتياز. هون منجاوب على سؤال شو اجى واردات للجمعيه وشو صرف مصاريف للجمعيه.
مثل ما حكينا انه في عنا اسلوبين لتمسك الجمعية محاسبتها، اما الاسلوب البسيط اللي هو الاشتراك المحاسبي او البيلانشو، وكل واحد له طريقة وفي فرق بيناتهم هدول اختصاص المحاسب بطبيعة الحال. بالقسم الثامن يا جماعة منجاوب عن أسئلة علاقة المنظمة مع منظمات أخرى داخل القطر غير ربحية أيضا، هل أخذ الدعم منهم أم لا، ما إلى ذلك. بالقسم التاسع يا جماعة منجاوب على أسئلة هل تلقت المنظمات تبرعات من خارج القطر سواء كانت عينية أو نقدية. بالقسم العاشر هل استقبلت المنظمة خلال السنة الفائتة تبرعات من مؤسسات حكومية. بالقسم 11 منجاوب على سؤال هل اشترت الجمعية خلال السنة الفائتة أموال منقولة أو غير منقولة، وبعدين منقول له إرسال للبيان نامي، وهيك منكون سكرنا سنة مالية. بطبيعة الحال مثل ما شفتوا يا جماعة البيان نامي بيلخص لكم السنة الماضية، وانت ما أنت مطالب أن تشتغل بالبيان نامي بإيدك، لكن مطالب تفهم شو هو البيان نامي مشان تعرف بشكل أو بآخر ليش المحاسب بالشهر الثالث من كل سنة بيطلب منكم معلومات كثيرة عن الجمعية، بيسألكم عدد من الأسئلة حول الجمعية مشان يرفع البيان نامي. القسم الثاني هو أصدقائي البلدرملار، يعني الإشعارات. مثل ما حكينا كل ما الجمعية بيصير فيها حدث لازم تشعر الدربس، لازم تعمل إعلام أو إخبار للدربس أنه نحن عملنا كذا كذا. فيها مثل ما نكون شايفين عدد من الخيارات الفرعية. خلونا نبلش بأول واحد، جنال كرو صنوتش بلدرمي، إشعار بانعقاد الجمعية العمومية. مثل ما حكينا كل جمعية بيكون بنظامها الداخلي في فقرات تحكي انه هاي الجمعية العمومية كل 4 سنين لازم على الاقل مرة واحدة تنعقد الجمعية العمومية، وبالتالي لازم تنعقد الجمعية العمومية خلال هذا التاريخ والا بيطلع جدا. وهون مثل ما احنا شايفين فيها معلومات عامة، يعني الاجتماع الجاي ايمت موعده، كل شيء لازم ينعمل الاجتماع، قديش عدد اعضاء مجلس الادارة بهي الجمعية، قديش عدد اعضاء مجلس التطبيق بهي الجمعية، هذا الاجتماع هل هو اولان ولا اولان استو، هل هو اعتيادي ام اجتماع طارئ، مكان انعقاد الاجتماع، موعد انعقاد الاجتماع، موعد عمل البلدرين، ما الى ذلك، عدد الاعضاء اللي حضروا وعدد الاعضاء الكلي وكيف تم اتخاذ القرارات، ما الى ذلك. إذا كل ما جمعيتنا بتعمل اجتماع للجمعية العمومية لازم ينرفع بلدرين على الدربس وإلا بناكل جدا. القسم الثاني درنك أورغان لارندا دي شكليك بلدرمي، يعني إشعار بتغيير هيكلية الجمعية، يعني فلان مثلا كان رئيس الجمعية هلأ بدنا نساوي سايمان مثلا، وفلان كان نائب رئيس هلأ بده يصير رئيس، ما إلى ذلك. وهون مثل ما انكم شايفين يا جماعة مطلع لنا قائمة بأسماء أعضاء الجمعية وأرقام التيجيات تبعيتهم وشو بيشتغلوا وشو موقعهم من الترخيص. القسم الثالث يا جماعة هو إشعار بتغيير عنوان الجمعية. مثل ما أنا شايفين بيقول لك بموجب القرار رقم إيش تم اتخاذ هذا القرار بأنه الجمعية رح تغير عنوانها، بتحط هون رقم القرار، بتحط هون تاريخ القرار، بتحط هون تاريخ الإعلام، وبتعين الأدرس وبتقول له كايديت يعني حفظ. وهون بتشوف تحت بالجدول يلي تحته العناوين السابقة اللي شغلتهم الجمعية. القسم الرابع يا جماعة هو الإعلام بشراء أموال غير منقولة، أراضي أو أبنية، دكاكين، حقول، ما إلى ذلك. القسم الأخير من قسم البلدرملار يا جماعة هو إشعار باستلام أشياء من برات القطر سواء أشياء نقدية أو أشياء عينية. بطبيعة الحال إذا اخترت النقدي فبيقول لك لأي بنك إجو، لأي آيبان إجو، قديش إجا، التاريخ اللي إجا فيهم، منين إجو، من أي دولة، ما إلى ذلك. وآخر شيء بنضغط كايدت يعني حفظ، فبتنزل الدفعة هون. من هون لما بتنزل الدفعة في هون عنا شيء اسمه انجلمي درومو، بس عملوا انجلمي إدارة الجمعيات بيطلع لك هون مثل صح إنه شافوا لهذا الطلب، وبالتالي صار بإمكانك تتصرف بالمصاري. بدون ما يطلع هذا الصح ما فينك تتصرف بالمصاري. هذا تقريبا كان كل شيء عن البلدرملار. والقسم الأخير يلي رح نغطيه بهي السلسلة هو الديرنيك إشتاملري، يعني عمليات الديرنيك. أول خيار فيها ديرنيك إيه إشتاملري، العمليات على أعضاء الديرنيك. ممكن تشوف الأعضاء الفاعلين أو المفصولين أو جميعهم الفاعلين والمفصولين، ممكن نعمل سهولة على هذا يعني استعلام، بيطلعنا تحت قائمة الأعضاء كل واحد وشو شغلته. ممكن نحمل هاي القائمة بملف إكسل، وممكن أيضا نضيف شخص جديد على الديرنيك. الخيار الثاني اللي هو كروم أنا سايفصل، من هون ممكن تحمل الفيزيك تبع جمعيتكم، يعني الترخيص أو النظام الداخلي. بيكون في كثير معلومات مهمة عن الجمعية، موعد انتقال الجمعية العمومية، عدد الأعضاء بقلب الجمعية، الرسوم المفروضة على الأعضاء وطريقة تحصيلها وما إلى ذلك. منيح إنك تقرأ. القسم الثالث اللي هو التشوف بالجلاري، بنشوف من خلاله السيارات اللي موجودة عند المنظمة. القسم الرابع والأخير يلي هو هاي المنظمة لمين عاطي توكيل، بيطلع هون قائمة بأسماء الأشخاص المختارين من قبل
المنظمة، وممكن نعطي توكيل لشخص جديد عبر ملء هذا الفورم. خريطة لارب بطبيعة الحال ما فيها شيء، يعني بتطلع لك خريطة بالجمعيات الفاعلة ضمن تركيا. كان هذا كل شيء عن الدرس، بتمنى تبقوا بخير.